امبارح كان حدث تاريخي للعرب كلهم، وهو طبعا صعود هزاع المنصوري من الامارات مع بعثة للفضاء، وطبعا تم اختيار هزاع من بين 4022 شخص علشان يكون رائد فضاء اساسي من ضمن البعثة، وبكده بيكون اول رائد فضاء اماراتي بيطلع الفضاء. طبعا اللي انا عايزه اقوله قبل اي حاجه انه انا كعربية فخوره 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 بجد بكل الانجازات الحمد لله اللي العرب بيحققوها، وخاصه في الوقت الحالي اللي دولة الامارات بتحققها، وبجد بقول لهم يعني ربنا يخليكم لينا دايما بكل الانجازات الحلوه اللي بتحققوها بجد. مبروك وان شاء الله بيرجع بالسلامه ان شاء الله يا رب. وهالرحله اللي انطلقت من قاعده بايكونور بكازاخستان على متن المركبه سايوز ام اس 15 اتجهت نحو محطه الفضاء الدوليه، وبيرجعوا بعد 8 ايام على متن المركبه. Auto sequence start. Second umbilical separating. T minus 15 seconds. You can see the engine starting to fire. Second umbilical. The first stage ramping up. Engine turbo pumps at quiet speed. Engines at maximum thrust. And lift off. Oleg Skripochka, Jessica Mir Hazza, Ali Al-Mansouri leaping forth from Gagarin start on their way to the International Space Station. طبعا عيون الناس كلها كانت صراحه متوجهه للبث المباشر لاطلاق المركبه، انا واحده من هالناس، يعني شفت انه هالموضوع كانوا يتكلموا عنه في السوشيال ميديا، على الاف ام، في التلفزيون، الصغير الكبير، كل الناس كانوا جدا متحمسين، يعني واضح اني انا متحمسه، بس انت متحمسه، دانا متحمسه على الموضوع، يعني حلو ان نحن كنا شاهدين على هاللحظه التاريخيه اللي اتوقع انه ما في احد راح ينساها. عايز اقول لك حاجه، انا فعلا حسيت باللحظه دي، ومش هننسى طبعا، هي حصلت الساعه 5:57 بالظبط، يعني تاريخ او توقيت عمرنا ما هننساه ابدا في حياتنا، وبجد فعلا قد ايه الناس كلها كانت قاعده بتتابع الحدث ده ومستنيه يشوفوا ايه اللي هيحصل، كل لحظه كانت بتحصل الناس كانت بتتابعها لحظه بلحظه. صحيح. صح، وبهالرحله اجت ضمن برنامج الامارات لرواد الفضاء اللي اطلقه الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بعام 2017 مع الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، فهالبرنامج بيهدف لتاهيل وتدريب فريق من رواد الفضاء الاماراتيين ليساهموا بالمهام العلميه الفضائيه. وامس اطلقوا المتابعين لهالحدث هاشتاج طموح زايد يعانق الفضاء، وقدر يتصدر هالترند على تويتر مع هاشتاج جود لك هالساعه.